دي بتعيد دي بيسموها بروتكتيف كوت اور فايبرس كوت اوف ذا اي، ودي بتتكون فروم ذا فرونت بحته ترانسبرنت ازازه شفافه كده ترانسبرنت اسمها الكورنيا. This is a cornea. تمام، دي ترانسبرنت تيشو او معروفه باسم القرنيه. الجزء الخلفي ده اللي هو من اول الليبرس لغايه الاوبتيك ديسك ورا، This is the sclera. Sclera بالانجليزي يعني صلبه، صار حاجه صلبه حاجه ريجل عشان تحافظ على شكل الاي فور. This is the sclera. تمام، ادي الاسم بتاعها بس هقول لكم الترمينولوجي بسرعه اللي احنا بنستخدمه. يبقى This is the cornea and this is the sclera. This is the upper body. The junction between the cornea and the sclera، الحتة الخط الفاصل بين الكورنيا والسكليرا دي بنطلق عليها الليبرس. الليبرس على فكرة الكورنيا والسكليرا شبيهين جدا مع بعض في التركيبة مع اختلافات بسيطة جدا. ودي الحقيقة يعني الآية بتاعت دي اللي بنسمعها في سورة الرحمن بينهما برزخ من إيه؟ لا مكان، بالظبط كده. يعني شوف سبحان الله، تلاقي دي شفافة ودي أوبيك، دي بتشرب ميه دي ما بتشربش ميه، دي مش عارف ايه دي ايه، مع انها نفس الاستراكشر بس دي واخده اوردر انها تكون شفافه ودي واخده اوردر انها تكون اوبيك. الجنكشن بتوين ذا كورنيا اند ذا سكليرا از ذا ليمبس. كلمه ليمبس يعني الحد، ليميت، ليميت من حاجتين. ليمبس يعني الحد، لو ترجم بالعربيه الحد. خلي بالك ساعات الولاد بتوع الماجستير والدكتوراه بعد ما يكتبوا الرساله بتاعتهم بيجيبها باللغه العربيه. فواحد يقول لك ايه؟ اما في منطقه اللمبوس، وايه اللمبوس؟ مفيش حاجه بالعربي اسمها اللمبوس، او يقول لك ايه؟ عند الحد اللمبي، مفيش حاجه اسمها الحد اللمبي. الحج لمبي. اللمبوس از الحد اللي هو الليمت بين حاجتين. تمام؟ طيب بعد كده بنخش على تيشو تاني جوه بنسميه الفاسكولار كوت اوف ذا ارم. اللي هو بقى بتاع اللي فيه البلد فيسلز اللي موجوده جوه العين. العين از فيري ريتش بلد سبلاي. عندنا 24 ار 3 بتغذي اليوفيال تيشو دي، هم 23 اليوفيال و24 سيبريت ار 23 ار 3 بتخش في اليوفيال بتاعت السي، عشان كده بيسموها الفاسكولار كود. خلي بالك الاولاد اللي ماسكه الايرس في السيلي بودي اللي موجود عندنا. الزنيول دي بقى
ماسك الليتس، بص الديشو اللي هي ورا الايرس اللي هي بقيه الفاسكولار كود، الحته دي فيها بروسيسز كده بتطلع ايكوس اللي اسمها السيلياري بودي او الجسم الرضي. السيلياري بودي تمام، السيلياري بودي او الجسم الرضي. يبقى عندنا ايرس سيلياري بودي. طيب بقيه الديشو ده اللي ورا بقى راجع حوالين الريتنا اللي هو اللون الازرق الخفيف اللي باين ده، ذيس از كورويد. كورويد از ماشيما، خد بالك من الماشينيه اللي بيسموها الكورويد، لان ده مليان بلاد فيسل زي البلاسيتا بتاعت الطفل. البلاسيتا بتاعت الطفل بيسموها الماشينيه، دي بيصغروها شويه بيسموها الماشينيه اللي هي بتاعت التصغير تمام. طبعا انا عارف في ناس بتقول لك ايه هو ليه بقى انت عمال يقول لنا كلام بالعربي؟ لا ده مهم ليه؟ لانك انت لما بتبقى في الحوادث بيجي لك عيان عينه مفتوحه، انت هتكتب جواب بتقرير عن حاله المريض هتبعتها لوكيل النيابه وداخل ليه كليه الطب، ما بيعرفش انجليزي تمام. هو انا برضو اعرف ما بيعرفش يعني بقول له ايه؟ حتى قطع عرضي في القرنيه امتد الى منطقه الحد ومنها الى الصدر، هو بيعتبرها ورقه يحطها في القضيه بس، ملف القضيه بس، بيستوفي ملف القضيه تمام؟ مش اكتر من كده. اوكي طيب هو بقى في عندنا طبقه مهمه جدا، سوري ذيس از وان ذيس وان از ريتنال، ذا انر لاير اوف ذا اي از ريتنال، وده الجزء السنسيتيف بقى، ده الفيلم الحساس بتاع الكاميرا، ده اللي احنا بنسميه او تمام؟ ايرس قصدي هي سيريال بودي
عند فرعون، والأوبليك اللي موجودة في النص دي اسمها ايه؟ هابيوبل، عشان الشوال بعد اللي بدنا نقول بعد. This is iris. لاحظ بقى ان الايرس محطوط في بربنديكولار بلين عن بقيه اليوفير، اليوفير مبطنه بسكلير، طب الايرس عمودي عليه. عشان كده عامل دايجرام لوحده كده عالي في النص كده. This is iris and the pupil. This is the ciliary body. This is the ciliary body. And this is the choroid. This is the uvier cone of the eye. Then we have the inner or sensitive layer عندنا دي اللي بنسميها الريتنا. الريتنا بتبدا هنا فعلا فانكشنالي عند حته اسمها التورا سيراتا. التورا يعني دايره كده ومشرشره، التورا سيراتا دي البدايه بتاعتها، وتبتدي ورا عند لوب الجسم، بس هي ليها امتداد هنا امبريولوجيكال اكستنشن هنا، تمام، بيسموه نون فيجوال بارت اوف الريتنا. ده هيمشي مع الايرس مع السيريالي بودي، انما في الكرويد مفيش ريتنا، ريتنا شخصيه موجوده قدام، تمام. So the eye becomes three concentrically arranged layers. كلمة concentrically arranged يعني عندي برجر حطيت السنتر بتاعه كده ولفيت دايرة، لفيت كمان دايرة، لفيت ثالث دايرة. يبقى دايرة اثنين ثلاثة بس بنفس السنتر، دي معنى كلمة ايه؟ concentric. concentric يعني نفس السنتر، دوائر بنفس السنتر. دي بقى we have three concentric layers. Fibrous coat is sclera, corneal venous junction is sclera. The vascular root becomes من ايه؟ الايرس سيري بودي اند كرويد. الريتنا بتتكون من طبقتين اساسيتين بيجمنتد ونون بيجمنتد انفيريور، ودي اللي هنشوفها بعد كده في الاناتومي بتاعها. ادي الاسامي اللي انا قلتها بالعربي، تمام؟ اهي تمام؟ دي مهمه زي ما بقول لك هنعرفها كده طول ما احنا ماشيين طول السنه، عشان دي بتساعدنا في كتاب التقديم الشرطه اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه. So this is the iris, this is the ciliary body, and this is the choroid. العين بقى as a rule خلي بالك الفوليوم بتاع الاوربتس اللي هي العظمه اللي موجوده الحفره اللي موجوده في السكار بتاعتنا، خد بالك الفوليوم بتاع الاوربت 30 مللي. اكتبوها دي فضلكم التسير فيها في الشغل. الفوليوم بتاع الاوربت 30 مللي. مللي طب ايه مللي؟ الفوليوم بتاع الاي 7 مللي. الفوليوم بتاع الاي اس بيبقى حوالي 4 مللي. دول ثلاثة فوليومز مهمين تبقى عارفين. الاوربت 30، الاي 7، الاي اس 3.9 او مجازا كان اللي هو بص لو جبنا لك خط كده بيمر من الليمبس وانا معاه السيريالي بودي وجاي هنا على الباك سيرفس اوف دي لينس وطلعنا الناحيه الثانيه في نفس الاتجاه، هذا الخط الوهمي هيقسم العين الى منطقتين، جزء قدام الخط ده وهنطلق عليه اسم انتيريور سيجمنت اوف دي اي، انتيريور سيجمنت اوف دي اي. دخل في هذا اللي هو الفيتريس بقى والريتنا والاوبتيك ديسك اللي هو ده بيسموه بوستيريور سيجمنت اوف دي اي. سو عندنا خط بيقسم العين جزئين anterior segment and posterior segment. دلوقتي في عندنا جراحين في العيون اسمها جراحين anterior segment surgery. جراحين تانيين اسمهم posterior segment surgery. تمام؟ دي ليها اجهزه وليها الات بتوع الكاتراكت والجلوكوما والكيراتوبلاستي دول anterior segment. بتوع الكاتراكت والبيوريتنا الاتاتشمنت والدابيتك الدراماسي دول posterior segment. تمام؟ شكرا. يبقى هي دي التو سيجمنتس اوف دي اي، لو حطينا التو سيجمنتس على بعض هيبقى دي لسه هاي بول. تمام؟ اوكي. الاي فيها تشامبرز. فراغات جوه مليانه ايه؟ بوصه مليانه فيه بوصه صفر. الجزء الوراني ده تبع الفيتريس تشامبر ده مليان فيه بوصه هنخلص منه. الجزء الامامي بقى المسافه بين الكورنيا والايريس اسمها الانتيريور تشامبر. يعني ذس كله ايكوس. ايكوس ماير. ميه موجوده فيها ميه. تمام؟ ترانسبارنت ايكوس ايكوس فظيع كريستال كلير. المسافه بين الايريس الباك سيرفس اوف الايريس اند لينس اوف الزنيول اند السيريالي بودي اللي هي المسافه دي لسه بوستيري تشامبر. سو ذس انتيريور تشامبر اند ذس بوستيري تشامبر اند ذس ميديوس تشامبر. ليتس جو تو ذا يوفيال تراكت. وانا هبدا النهارده باليوفيال تراكت لانها انفولفد معانا في اي انفلاميشن جوه العين، لان دي فاسكولار كود. وانت عارف من معلوماتك الرهيبه في سنه ثالثه في كليه الاداب طبعا تعرف ان
It's a vascular phenomenon. An exudative phenomenon. Yes, it's vascular phenomenon. Inflammation is vascular phenomenon. An exudative phenomenon. صح؟ تمام؟ ما تزعلوش مني حكايه كوريك الاداب والتجاره والصناعه دي ليه؟ ساعات اقول تيرمز انا بخدك عارفين قوي. فلاقي الطلبه مش متاثره خالص. ازيكم انا قاعد مع طلبه في كليه الاداب عشان كده انا يعني بهول نفسي عشان ما ازعلش. خدت بالك؟ فحكايه الفاسكولار فينومينا دي بيزك باثولوجي في الدراسه اللي عشان كده ايرون ستارك جدا اللي هي الريفر تراك از فاسكولار كود اوف ذا اي نوتريت اوف كود اوف ذا اي تمام از هيدر كود اوف ذا اي ولا بتكون كام منطقه؟ ثلاثه مين هما؟ ايرس سيبيري بودي اند كرويد يس ايرس سيبيري بودي اند كرويد الايرس لوكس من الفرونت فيو از ا ديسك شيب It is this different disc, which is located in the center, opening circular, smiling, humor, yes. If an iris is a disc, it's disc shape. The perforation of the center is smiling, humor. This is the iris. طبعا احنا قلنا ان iris is different colors. ولو تبص كده تلاقي عليه نقشه. النقشه دي الرسمه دي بيسموها iris pattern. عشان لو ما شفتهاش دي معناها ان فيها باثولوجي. لو ما شفتش الرسمه دي هيبقى في باثولوجي. خلاص؟ كلمه ايرس زي ما قلنا از ديسك شيب ايرس القزحيه ليها رينبو تمام؟ ديفرنت كالف يا زي ما انت شايف كده العين ليها ديفرنت كالف وكلهم نورمال ما حدش يقول كده. عشان كده زي ما بقول لك طالب لما يخش الامتحان اقول له اكزامبل ذا ايرس بعدين ايه؟ الكالر از نورمال صفر. بالمناسبه يا ولاد من هنا لغايه خلص الدكتوراه ان شاء الله. تشطب كلمة نورمال من القاموس. مش تبقى خالص ما استخدمهاش. تمام؟ أصل نورمال ده علم وفرايتي وبتاع. يعني أنا ممكن أجيب طالب أقول له تعالى ممكن أسأله في السؤال ده وات از كريتيريا أوف نورمال أيرس؟ نورمال نورمال يعني في إيه يعني؟ الأسئلة الغريبة دي. لا 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 نورمال ده فرايتي. إتس فرايتي. شكل بعض تيبيكال يعني تمام؟ رجعناه له ايه؟ شروبا اشكال والوان مختلفه تمام؟ عشان كده مفيش حاجه اسمها ايس كلام اسمه انسى كلمه دول طب افرض في حسن حاله وهتموت عايز تقول نورمال يعني ده عايز تقول نورمال قول له عبد الغالب ديتكتيف لانك لو قلت نورمال هتشتم في الامتحان يقول لك دول ما صغيرش دول يقول لك نورمال على هويت لا نورمال مش عارف يقول كده نورمال خلاص اوكي ايرس بيتس فيريس كلف بص حته صغيره كده بس على دارك في الميديولوجي تعرفين العين طالعه منين اصلا؟ طالعه من البرين المنطقه اسمها الداين كيفر سود وينتر لاترال اكستنشن بعدين مايجريتنج ده تبديل تمام انا عارف ان في نقول الكلام ده وفي ناس قاعده الكلام ده في الهواء ديليت صاروا ديليت في الهواء اتس اوكي احنا طالعين من منطقه اسمها الدايت كيفل في البرين دي في الفور برين تمام الفكر في الهنا از السوبر بريد كيف يروح نافخ انت كده يطلعها من جنب ذس از ذا فيوتشر اوبتيك نيرف اند ذا فيوتشر ريتنا مش الريتنا دي بتطلع هنا لغايه ما توصل للسيرفس يعني تطلع للجنب كده اتفاخ كده من البرين تطلع للجنب كده اسمها نورد فيزيكال ينزل لها حته من السيرفس كودوم تختص جوه اللي هي فيوتشر لينس تعمل لها انفجريشن الانفجريشن دي هتبتدي تتكون من طبقتين زي ما انت شايف كده الطبقه الخارجيه دي هتعمل الريتنال بيجمنت ابيثيليوم الطبقه الداخليه هتعمل تسع لايرز بتاع الريتنا اللي احنا بنسميها نورو ايه؟ تمام؟ انا عايز اقول لك حاجه مش دول كونتينوس مع بعض؟ ايوه شوف سبحان الله بقى انا ليه حتت كده عشان تفهم كلمه بينهما مبارزه من ايه؟ تفهم حته كل فيكون مهمه جدا بص دي نفس الطبقه دي ومع هذا دي تدي بنتك بديليا ودي تدي نورو ايه؟ ريتنا كويس طيب لما لسه تنزل لجوه الريتنا مش هتبقى كل ده ده الحته اللي ورا بس اللي هتبقى ريتنا طب والباقي ده ايه؟ لا دي حاجات من الريتنا هتروح بعد سيجاري بودي ما يبقاش
اسمها بارز فيروس الجنين، وهنا التعليل ده هتروح مع الفيروس اللي اسمها بارز فيروس الجنين، ومش هيشتغلوا كراتنا، هيشتغلوا كليكمنت انثيليا وسكريت انثيليا وحاجات زي كده. الله مش اللي هي الطبقه السوداء دي هي نفس الطبقه دي، هي نفس الطبقه دي، والحمراء دي هي دي، دي اشمعنى دي تشتغل وتشوف ودي ما تشوفش ودي ما تشوفش؟ هو ده بينهما بارز الروتاليا، وهي دي كوم في كوم. هي دي الاوردر جاي كده، ان دي تتحول الى خلايا فانكشنينج، دي خلايا نون فانكشنينج او فانكشن نوع تاني. خلاص؟ طيب او ناو وي ار انسايد ذا اكتيف تشامبر. بصوا كده، ذيس از ذا ايريس. او مين اللي فوقينا دي؟ كورنيا. مين البيضه دي؟ سبير صح؟ دي السبير. تمام؟ الجنكشن بينهم مين؟ ليبس. يس. المسافه بين الايريس والكورنيا المسافه دي اسمها على فكره الحته اللي في وشنا دي اسمها الانجل اوف ذا فيوتشر، ودي مهمه جدا لمرض اسمه الجلوكوما قبل ما تجيلك. تمام؟ This is the acute chamber. The acute chamber is full of vessels. ماي شفتها. The acute chamber is full of vessels. The acute chamber and the posterior chamber اللي هو في الحته دي كوميونيكيتنج مع بعض اسمهم مين؟ اذا الايريس بقى في الكات سكشن يا اولاد ليه كام سيرفيس؟ اثنين، واحد تحت الكورنيا ده اسمه انتيلو، واحد تحت اللينس تحت الشيبر اسمه بوستيريو. طب ليها كام بوردر؟ واحد يعني اثنين، واحد بوردر هنا سوري ماسك في السيجر بودي اسمه اتاتش بوردر، واحد هنا فري بوردر اللي هو بيحمل مين؟ ميو. تمام؟ يبقى الايرس ليه تو بوردرز فري بوردر بلاي. تمام؟ انت اتاتش بوردر ماسك في السيجر بودي. بالمناسبه يا اولاد الايريس طالع من البيز بتاع السيلري بودي نوت فروم ذا سبير. دي مهم. الايريس مش طالع من السبير، الايريس طالع من السيلري بودي، استكشن السيلري بودي. اللينس دي اسمها ايه؟ اللينس كده واللي هي اسمها كريستالاين. كريستالاين لينس يس. هي اسمها كريستالاين لينس. ويز كريستالاين لينس. كده. ده كان سيكشن في عين حقيقي على فكره. This is the cornea, this is clear, this is the limbus, this is the iris, this is the free border, اللي هو الكيبل, and this is the attached border. تمام؟ الفراغ ده اسمه ايه؟ Anterior chamber. الفراغ ده Anterior chamber. And this is the cubicle, this is the crystalline iris. اوكي. يبقى الايريس دي انتيبو سيرفيس وستيبو سيرفيس دي فري بوردر ودي اتاتشن. الايريس is a circular diaphragm. لاحظ الموضوع. It is a circular diaphragm lying in front of the crystalline lens. تمام؟ وهنعرف ليه دلوقتي. Forming the posterior wall of the anterior chamber. كلها facts احنا عارفينها دلوقتي خالص. اوكي. Look to the iris pattern. مد عينك بالايريس pattern. احفظ وقت في النور. أول حاجة بتتعلمها في الطب إنك تتعلم وقت في النور. دول لما تشوف حاجة مش نورمال تقول دي إيه؟ باثولوجي. This is abnormal. وتسأل إيه الباثولوجي ده؟ أقول لك أعلمك. تمام؟ يبقى دي الدرس الأولاني في الكلينيكال. بص على ناس نورمال كتير. أنا أول ما تعيط في الجزمة ورحت لبتوع الرعب قلت لهم أنا هاخد تايم معاكم إن شاء الله وبتاع. تمام؟ أنا على فكرة دفعة 82 ديسمبر 82. قلت لهم لا لا انا بقول لك انا بقول لك ايه دي ممكن يكون بابا ماما صغير كده. المهم ايام ما كنت نايم سنه 82 واستلمت النيابه قلت لهم انا هشتغل معاك رمض ان شاء الله بتاع كام بتاع رمض. قالوا لي طب تعالى اقعد في دي. جابوا لي جهاز كاسيت لاب ورمض عليه ميكروسكوب كبير كده. وبعدين ايه؟ خد شوف دي. طبعا انا بتخيل انا غبي جدا اكيد فيها حاجه جريمه اكيد فيها حاجه بايظه واقعد ابص في عين العيان واخلي الدور في الفضل بعدين يجي المدرس يقول لي يا شفت ايه؟ نقط نورمال بتقول يس يو مين نورمال اقول لا نقط نورمال خلاص اوكي طب جود كويس دلوقتي شويه في عيني حاله تانيه افحص دي طبعا انا جاي بقى عايز اتعلم النهارده اتعلم النورمال. انت مش هتاخد دي معلومه مهمه جدا انك عينك لازم تشوف
دول مركز قوي عشان بعد شويه اول درس هو السفر. اوكي لوك تو دايز ثلاث دينو سيركس دايز اللي هو ناحيه الكورن. على فكره اللي انت بتشوفه بلون العين العيان انت بتشوفه خلال الكورن زي مثلا واحد لابس ساعه رصاص اذا بتاعت كده بني او بيج او وات ايفر انت شايف الجينه انا بقزاز ايزي فانت بتشوف لون الايريس كده. بص This is a pupil. تمام؟ أنا بقول 1.5 millimeter من البيوبل في زجزاج لاين لايك ذيس اليفيشن اسمها الكولا ريد كولا الكولا بتاعت العروسة دي إيه؟ مليانة كولا كولا لكن كولا كولا زجاج تمام؟ اليفيشن This is a كولا ريد يبقى أنا بقول 1.5 millimeter من البيوبل اللي هي في اليفيشن اليفيشن دي بنسميها الكولا ريد كولا اللي هي اليفيشن بتاعت اليانة دي تمام؟ الكولا ريد بيقسم الى تو سيرفيس الى منطقتين، المنطقه اللي ناحيه البيوبل اسمها البيوبيلاري زون والمنطقه اللي ناحيه بره دي اسمها السيلياري زون، دي ناحيه السيلياري بودي وناحيه البيوبل، دي اسمها البيوبيلاري زون ناحيه السيلياري زون. خلاص؟ بدون حزم كده قدم بسيط وسهل خالص. طيب حاجه ثانيه ايه الجي دي؟ دي بفر كده موجود عندنا. خدت بالك في بفر اهي زي دي كده، بص دي بفر دي بفر، وبعدين في استريشن شوف العكس في تفاصيل كتير ازاي؟ الحفر دي اسمها ايه؟ اسمها كريبس. الحفر دي اسمها كريبس، الراجل المشهور اسمه فوكس فبيسميها كريبس وفوكس. كريبس حفرة، حفرة از كريب، كريبس حفرة. تمام؟ وفيها ريديال ستريكس، وبتبقى ريديال دي بتطلع ريديال كده، دي اسمها ريديال ستريكس. This is a تمام؟ كولاريت، البيلاري زون، سيجاري زون، وفيها كولر كريبس وفيها ليدر ستريت. لو انا ما شفتش الباترن دي يبقى ذيس از بافولوجي. لو بصيت انا في جهاز في الحياه ما شفتش ده ذيس از بافولوجي. اهو ايه رايك؟ نور 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 دي اسمها ايه؟ قول معايا بيوبل بيوبل وات ذيس كولر ريد على بعد مسافه قد ايه؟ 1.5 millimeter تمام دي اسمها ايه؟ اللي موجوده جوه الاستروما هي دي اللي بتحدد اللون بتاع كميتها ولا اللي اوكي
طيب this is the cut section بقى في العيرس او زي ما تشايف this is the posterior surface and this is the anterior surface. الانتيريور سيرفس اللي بتكلم مين يا اولاد؟ الانتيريور شامبر. طيب البوستيريور سيرفس اللي بتكلم مين؟ اللينس. طب الحته دي طب الحته دي يبقى الانتيريور شامبر ليج الجديد الانتيريور سيرفس ليج الانتيريور شامبر سيرفس ليج ذا لينس سيرفس شامبر اند ذا سيجر بوك اتس كويك. تمام؟ This is the cut section في الايرس بتاعنا هو زي ما انت شايف. هنا بيبقى في اندوثيليوم جاي بغطي الباك سيرفس بتاع الكورنيا اندوثيليوم اندو داخلي تمام؟ ويغطي الانجلو سكتيوم شامبر عدد الفتحات بتاعتها دي ويغطي الانتيريور سيرفس بتاع الايرس اكسبت البروفر اكسبت الكلابس. يبقى في اندوثيليوم طبعا اندوثيليوم على سطح الايرس عدد الكلابس. تمام؟ عدد الكلابس. بعد كده في الانتيريور ليمتنج لاير بتاعت الاستروما. يعني ايه انتيريور ليمتنج لاير؟ هقول لك حاجه، انت لما بتجيب كوبايه شاي تحطها في الثلاجه صح؟ سيبها تبرد شويه، تيجي تمسك عليها وتيجي تقطعها تحس ان في زي ميمبرين كده قطعت الميمبرين. طب هو الميمبرين ده اتكون من ايه؟ اتس جيل، بتحضر له ليه؟ هو جيل بس عشان قريب الساعة بيبقى كوندنس شويه عن الباقي، عشان كده بيعمل حاجه زي الميمبرين على الجيل. هو الجيل ملوش وش يعني زي ما لا ده هو نفس الكوندنسيشن دي اللي بيسموها الاكيوم ليمتنج لاير. كوندنسد كونكتد تيشو يعني دي برضه موجوده في كل الاريا ما عدا بقيه الكريبس. اذا الكريبس بس فيها حاجتين الاندوثيليوم والاكيوم ليمتنج لاير. بعد كده الكونكتد تيشو ماشي فيها راديوم بلاتفيسز ماشي فيها القصر. اوكي بص انا البلاتفيسز بتاعتنا انا السيرتون ميجور دي هناخدها بعد شويه. بص بقى الفيسز بتاعت الفيروس بتطلع من هنا من السيلير بودي وتمشي تورشوس كده ريديال تورشوس لغايه ما توصل للسيلير التانية اللي موجود تحت الكوبريت. طب خليني اسالك سؤال، ليه الفيسز بتاعت الفيروس تورشوس كده؟ عشان الناس عملت كده كده زي بلاي جوجل عشان كده ولا الفيسز كانت تقطع او جوجل افريكا الفيسز تقطع. تمام؟ اتس ريديال وعامل زي الزجزاج لاين موجوده في الكوبريت. يس This is the vessel coming from the limbus. زي ما انت شايف كده اسمها الانتيريور سيلينج فيسل. دي الفيسلز دي اسمها الانتيريور سيلينج فيسل. بالمناسبه عايز اقول لك حاجه. فيسلز الانتيريور سيلينج دي اللي جايه من بره على دور سبعه. في اثنين جايين من ورا ومن العين من ورا اسمهم بوستيريور سيلينج. بوستيريور سيلينج على دور اثنين. اذا الايرس بياخد كام ارك فيه؟ سبعه واثنين كام؟ تسعه. احسبوا بقى عشان نجمعهم في الاخر. تسعه اركز داخلين في الايرس. اهو بص سبعة anterior cerebellus اثنين long posterior cerebellus. دول بقى السبعة دول والاثنين اللي جايين من ورا بيعملوا سيركل اللي اسمها ميجور ارتيريال سيركل. بس خلي بالك عايز اسالك سؤال، السيركل دي فين؟ في السيريال بودي اند ذا روت اوف ذا ايرس مش في الايرس نفسه. تعمل سيركل هنا السيركل دي يطلع منها راديال فيسلز كده عشان تخش على السيركل مايكرو اللي موجوده جوه دي عندنا بالشكل ده. ايوه بص بتبدا بلاد مع البرسيشن تعمل تيري بلاد بتكتب بس طبعا احنا هنا ما بتبقاش حاطه كده تمام؟ نيجي بعد كده بقى جوه الاستروما في الاستروما اللي هي كونكتيف تيجي بيبقى فيها بيجنس حسب عدد البيجنس انت بتشوف لون ايرس بتاعك. انا عندي عضلتين في الايرس العضلتين دول مين هم بقى؟ الريستريكتور كونكتيف هنا اللي هي سبلايد الباراس الباساتيك بتاعت الهيدنج ويسبال بيوتيس بتاعت الفيلم لايت الهيدنجز نفض الدراج الدايليتور بيبيلتي بتاعت السمباساتيك دي بتاعت الخوف الخلف كله دايليتد جدا. تمام؟ طبعا احنا عندنا خلي بالك العضلتين دول مميزين جدا. هي اي عضلات في البودي عندنا بتبقى طالعه من اي لايف؟ الاكسبشن الوحيد في الكود كله اللي
على طيب نوع الايرس بتاعته. دكتور ستريك يعني السيلر مودي لا. هما اول اكسبشن، اول اكسبشن وحيد بتاع الايرس طالعين من يورينج. تمام؟ طبعا الكونستريكتور ده في البارس بسالك سبلاي. تمام؟ الدايليتور ده في بسالك سبلاي. This is the histological section of the iris. اولا عرفت منين ان ده السكشن بتاع الايرس. الباك سيرفيس بتاع اللون ايه؟ يس الباك سيرفيس بتاعه بلاك. وبعدين هذه بيسكرو بص في الفيسيكا في حته ناقصه في الفيسيكا دي اللي هي ايه؟ جرافيس. خد بالك تاني. وبعدين في مصر زياده الكونستريكتور بتبتدي تبقى هنا وتبتدي تبتدي تبقى في الحته دي كده. بص بص الباك سيرفيس بتاع الايرس لونه ايه؟ لامع بقى. وادي الدايليتور بيبلي والحته اللي في النص هنا اسمها الكونستريكتور بيبلي. عايز اقول لك حاجه. عندنا طبقتين الريترا بعد الغرس الريترا اللي هي بدايه الريترا بتفعل الحمضيه تخش على السيليا دي بودي از تو لايرز بيجمنتد ونون بيجمنتد. روح على الايرس يبقى البيجمنتد قدام ونون بيجمنتد ورا. وبعدين يطلع اوردر للعضلات الخلايا اللي هي المنتمنيه دي تطلع بروسيسز كده تعمل المصل. تشوف ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالخلايا حتى يقول لها بدل ما تطلعي مصل انقلي البيجمنتس للليير اللي وراكي. فنقلت البيجمنتس من هنا نقلتها للليير اللي بعدها. فبقت الباك سيرفس هنا بتاعنا تبان لونه ايه؟ بلاك. وهنعرف بلاك ليه بعد شويه. تاني العضله الطيبه اللي بتدي اصلا هي طالعه اهي. بصوا دي ده راجل عينه بني خالص اهو. بصوا ادي الباك سيرفس دول ويا ولاد شباب اللي في الصوت بلاك. وادي المصل الكونستركت بتدلي وادي التاليتو بتدلي اهي. تمام طلع. وادي الاستروما وادي البلاك سايتس الكتيره اللي موجوده فيها. ده راجل عينه بني لامع اللي هي بني لامع. تمام؟ بص ادي الباك سيرفس بتاع الايرس لونه بلاك. ادي الانتيو تشامبر دي الكورنيا دي الكلام شلاب دي الكورنيا ولا الانتيو تشامبر اهو. المسافه دي الانتيو تشامبر. دي الايرس. دي التاليتو بتدلي مصر. شايف الرفيعه دي؟ دي التاليتو بتدلي دي طالعه من ضغط المدد البكيه ورايح تمسك السيلري بودي. ليه؟ عشان تشد البيوبل تجيبه ناحيه السيلري بودي تبقى دايليتد. الكونستريكتور لفه الداخليه فلما تكونتراكت تقفل البيوبل بتاعها. اهي بص بقى ادي الكونستريكتور بيبلي الدايركشن بتاعها السيركولر وادي الدايركتور بيبلي. ده لون الايرس. الرسمه دي على فكره موجوده في كتاب جريز اناتومي كان معاك ساعه الاولى بتاعتك. تمام؟ مش الافلام بتاعت جريز اناتومي. ده بالجريزة اللي هو الأصل يعني. أنت واخد بالك؟ الأيرس البني بشكله عامل كده. الأيرس الثاني بالفكرة بشكله عامل كده. This is not this is circular spatial divided and this is the muscles and this is the back surface of the arms. إيه ده؟ الألبينوس. هما دول الألبينوس. الألبينوس عندهم بلاك سايتس ولا ما عندهمش؟ طيب بص بقى الايرس احنا عرفنا اللايرز بتاعتها ابيثيليوم ليمتنج لاير كونكتيف تيشو فيها ميلانوسايتس فيها بلاد فيسلز فيها ماسلز دايليتور كونستريكتور بيبلي لسه هم تو ماسلز في البودي اللي طالعين منين؟ نيورويد ودرب باك سيرفيس دول ايه يا ولاد؟ كلاك كوتيو دو يو ماجن ذا لايف without iris? If you have no iris, another problem. طب خلينا نتكلم بقى. What are the functions of the iris in the pupil? Concentration. I have a function. أولا regulate the amount of light اللي داخلة جوه العين. وعلى فكرة ده subcortical reflex. ده subcortical reflex. يعني ايه subcortical؟ يعني انا دخلت القاعه دي لقيتها ضلمه شويه تجيب لي ايه؟ يسقط. عايز دخل القاعه وقال لك ايه؟ يا سيدي القاعه دي مستمره. اذا افتح البيوت. لو الحوار ده ضار يبقى الكلام ده كله. صح؟ لو الحوار ده ضار سمعت انت قبل كده؟ عارف ليه سمعت قبل كده؟ يبقى ريفليكس سبورت. انت بتخش بيقول عامل كده كده انت ما بتحسش بيه. خلاص؟ وتلاقي اللي ضار. دور جامد قوي دخلت حته ضربه بعد شويه تلاقي عملت اسم او خارج من الضربه طالع للطول بعد شويه تلاقي نفسك قدام تجيب مفيش مشكله ضربه الدرايفر كونديشن تحديدا يبقى ده مهم جدا. طبعا انا عايز اقول لكم حاجه اللي هيروح فيك التجميل ان شاء الله
فيلس طبعا كانت كتيرة في مصادر مليانة يعني. الفيلس لما هو التجديد بقى بتوع لايف ستيب بيحطوا لك القطر بتاعت التوسيع من الجردل بيحطوه الجردل تلاقي الواد معاه بتاع كده عامله كده في الشيك كده يقول له ايه؟ شيك في عينك يعني الواد واخد الجردل كده شفاطه كده ومضطر له في عينك يحميك اتروبيك ملانة خد بالك؟ طبعا في لايف ستيب دي في الصحراء الرمله نفسها السيليكا بتحجز ضوء الشمس بتبقى شمس رهيبه بتكره نفسك اليوم بتاعي ما تكره نفسك هتلاقي نفسك عامل ايدك كده طبعا ماشي في الجبل ماشي في الصحراء مش شايف وعامل ايدك كده حد بقى يسحبك بقى يسكك كده يطلعك بره الدنيا بتاعتك بقى انت ونصيبك يعني مفيش مشكله تمام يوم بيسود يوم بتاع التجديد تمام ليه؟ يوم بيبقى ضيق جدا وبيطلع غير عاديه بتبقى اول مره تحس بالدمار تمام؟ دي حاجة. يبقى الريجيليت لما اوف لايت اللي داخل عندك مهمة جدا. طيب لاحظوا حاجة يا جماعة. بصوا معظم العدسة بتاعتنا اللي هي الليدز مستخبية ورا مين؟ أصل العدسات السميكة فيها عيوب في الأطراف بتاعتها. بص تاني. ده اللايت ريفليكس على فكرة، بتقول لك لايت ريفليكس، تعالى نتفسر مع بعض إن شاء الله بعد الدرس الكبير. اللايت اكسبوجر سبيكترال لايت بيمشي بقى ايه؟ فاكرين الحاجات دي ولا لا؟ دي بيقول لك كده بس اوبتيك اف اوبتيك اوبتيك ريكت بنروح على انتر سبيكترال بودي ولا لا؟ مفيش قاعدين جنب بص ديكو بتروح على انتر سبيكترال بودي في الكمبيوتر لايت ريفليكس ولا لا؟ طب اقصد انتر سبيكترال بودي دي حته من الصاله مش من الصاله بس ده سكرتير الاير سنتر هتقابل نفس ده روح على الميديا ولا سب كورتي كان سب كورتي يبقى ما تخشش ميديا دي صح ماشي يبقى بتروح لا تخش الكود ولا ما تروحش تروحش ايه ده كان التقليد على الفيرس هي بريتكت النيوكليس اهي زي ما انت شايف وبعدين دي الادنج الوسطى النيوكليس وننزل بقى مع السورد نيرف عشان نرجع هنا للسيل اللي جاي عشان نعمل كونستركشن This is a nuclear light difference. تمام؟ حاجة تانية بص بقى الجدول بيبدع عيوب العدسات. العدسة بتاعتنا نوعها كويس جدا، نوعها هذا يعني العدسة السميكة فيها عيب اوبتيكال هنا. ديفكت اوبتيكال كده في نوعين في الاوبتيكس بص العدسة السميكة عيبها ايه حاجتين. العيب الأولاني ايه؟ لو دي اسمه كروماتيك ابريشنز. كروماتيك ابريشنز. كروماتيك يعني ايه؟ يعني حالة الدور بابل دي لا ولا بتفضل ايه؟ خايف اطلع بره في الضوء كده الاقي الدنيا بقت احمر واخضر واصفر وازرق وفي الطفل اللي انت عايز فيه ده المنظر تمام وحاجات تبقى على رجلك وحاجات ورا رجلك وصوره تبقى عك خالص عشان كده الضوء ما يعديش على البريفري لو بتحجزها ازاي تخبي الحته دي كده الايرس يخبيه في الحته دي اهو ايه العيب ده اسمه ايه بقى؟ كروماتيك ليك وجود الايرس قدام الليدز يمنع هذا الكروماتيك ليك اهو بص لو احنا لو الفيبر كان دايليتد تحس بكروماتيك ابريشن تمام؟ اهو الوان الضيف الضوء بيتحلل الى الوان الضيف لان دي عدسه سميكه تمام؟ اهو طيب العين الثاني زمان خدعوك وقالوا لك المايكرو بيكس لينس فيها وان فوكس الكلام ده في الابتدائيه لا ده كل حته في العدسه دي بيبقى باور فبتعمل اكتر من وان فوكس ده عين سبيريكال اسمه سبيريكال ابريشن طبعا كل ما العدسه تبقى سميكه اكتر كل ما يبقى عندك مهدة نون فوكس اكتر كل ما العيب ده يبقى واضح اكتر. طب نعمل ايه؟ شكل الحته اللي في النص بس يوم يو جيت اونلي وان فوكس بس. ما تشغلش الكروم عشان كده لما توسع الكروم تلاقي نفسك كبير. مش عارف تقرا مش عارف ازاي. طيب اهو ده عيب اهو بيسموه سبيريكال ابريشن. كل حته في الليدز ليها باور اعلى حته في الليدز يعملوه في الليدز. طب التاني بنجمع الصوره بدري دي بتجمع اقل منها شويه دي اقل منها شويه انا عايز الفلوس وبالتالي ما شغالش حط الايرس هنا ربنا سبحانه وتعالى حط الايرس هنا عشان ما شغالش يبقى بتمنع عينين في الليدز اللي هم اسمهم ايه بقى تاني عشان ما تظهرش كروماتيك اند سبيريتال الحاجه الثالثه الدبس فوكس يعني ايه دبس فوكس؟ انا اقول لكم حاجه هو انتم كلكم قاعدين على حساب واحده من الشركات بتاعتي ومع هذا شايفكم كلكم كويسين شايف الصور كلها واضحة ازاي؟ عشان انا قافل الجوجل بتاعي. فاقدر اشوفكم واضحين كلكم كده.
بص كده في الصورة دي الفلوس باينة يقعد فوكس على حاجة واحدة والباقي كله مش شايف ده هنشوفها لو البيوت بتاعك الضريبة تشوفها طب لو البيوت الريسبكتيف يجيب له درس في الصورة ها ايه رأيكم في الكارت اللي كده في الفرق بتاعه ده المصورة دي فتح العدسة جامد أوي ده الفرق فتحه جامد أوي فطلع ابن وعروسته واقعين إنما البيت برد اللي وراه طلع بلاد يدوس لو قفل فتحة العدسة شوفه عرب ان الشجر والحاجات اللي وراه بعيده انا شفتها في دوب كلير دي اسمها الدبس اوف فوكس البلو الدبس اوف فوكس تمام؟ طيب حاجه ثانيه اقول لك حاجه الايرس مهم جدا ده بيدي لون العين صح؟ لون العين فالكاميرا وسايط مهم جدا على فكره عايز اقول لكم حاجه العين من المصادر الجماليه جدا في وش البنات جدا تمام اقول لك حاجه فكر كده يعني بسرعه كده اعمل يعني سيرفي على الاغاني اللي بتسمعها يا ليل يعني عارف دي ايه سمعت اغنيه على المناخير سمعت اغنيه على الفور هيد على الشيب ده انا حبيبي بسلسله تمام ما سمعتهاش الكلام ده خالص انما تسعة وتسعين ركز كده بقى بعد كده بركز بس انا عشان تعرفوا ايه الملاحظه تسعة وتسعين في المية من الاغاني بتتكلم عن الاغاني تمام ركز كده انت لازم تكون ست العين في الاغنيه تمام هو ده العين بشكل جمالي جدا من ضمن الاشكال الجماليه اللون بتاع الاعراق تمام دي مهمه جدا والناس مش هتسيبك يعني في ناس مثلا تلاقي عندها العين في الايرس لونين مثلا انت بتلاقي واحد واقف جنبك في الاتوبيس لا تعرفه ولا يتربك ولا اي حاجه خالص. يقول لك اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اكل ايه في الوقت ده؟ شوف طبيعي دول كام؟ عادي جدا. عينيك ملك الجماهير، لان عينيك دي ملك الجماهير مش ملك الجماهير. تمام؟ فالجرد دي حاجه جميله جدا. خلاص؟ تجريد الاكارت فلاير اللي داخله العيد، طب ايه ده؟ فاكرين الحفر الكريبس؟ الايبوس 25% من الايبوس بيسيب العين عن طريق البفر دي على السيركيليشن فبتهم الدرينج اوف ايبوس تمام طيب اسالك سؤال الباك سيرفس اوف ذا ايريس از بلاك حد فيكم فتح الكاميرا في النص؟ ها؟ حد فيكم فتح الكاميرا في النص؟ لا ليه؟ لما تفتح الكاميرا بتلاقي السطور جوه لونه ايه؟ اسود اسود رديس ليه اسود رديس؟ عشان الضوء لما يخبط في الفيلم ويرفلكت جزء منه يبقى بصوت ما يرجعش يعمل دبل اكسبوجر عشان كده عيننا من جوه لونها بلاك طبعا سبحان الله هو مين اللي قلد التاني؟ صناع الكاميرات هم اللي قلدوا اعظم كاميرا عندنا وهي ليه؟ لغايه دلوقتي مش عارفين يعملوا كاميرا زيها يطلعوا يتنططوا ديجيتال ما ديجيتال مش عارف كام بيكسل ما بيكسل مفيش الحياه زي ما انت عايز مش هتعرف تعمل زيها لغايه دلوقتي مش عارف يعملوا زيها تمام؟ حتى في الروبوتس تلاقي ناس طاق كامل مخصوص للعينين وللسنسورز بتاعت العين ومع هذا تبقى شكلها جميل جدا. يبقى الايرس بتاعنا بيدي كلام وسرعه. يريجليت الاباوت اوف ذا ارم لاين بتاعتنا بيحسن الدبس اوف فوكس بيمنع السفينيكال ابريجن وبيمنع الكروماتيك ابريجن خلاص بيحسن الدبس اوف فوكس وبيهب ان الدرينج اوف ايكس والباك سيرفس بتاعنا لونه بلاك وبالتالي بيمنع الانتر ريفليكشن اوف لايت. يو ايماجن بقى اللايف من غير ايرس تفقد تماما تمام بالمناسبه اساسا لما اجي اقول لك في امتحان الشفوي وتعلموها دي بره لما اجي اسالوك في الشفوي يقول لك ايه؟ وات ار ذا فانكشن في الدايرس؟ طبعا الطلبه مش هيبقى اهل الريف يقول لك تمام يا فندم عد يا برنس اول ما يقول لك عد يا برنس تلاقي الدنيا ايه؟ سلام وتلاقي الطلبه بيقول لي ابط اوت فدول دول اللي بيقول له ابط اوت يعني طب لما تزنوه في سؤال الباص قبل الكلام ده. عنده ايه تاني؟ كده. تحس انه بيتكلم قد ايه؟ في كونكشن. خد بالك ازاي؟ الحل وحي نازل. اي حاجه بعيد عن الكرتون. مش عايز الصبر مش عايز Let's go to the second part which is the ciliary body. Ciliary body is triangular in cut section.
ديسك لود دي او سيلير بودي استرايانجولار ترانزيشن البيز بتاعته دايركت لاتيريال. بص يا جماعه البيز هنا ليه لمين؟ المسافه الاسفليه الحته دي سابت اوف عايش الحته دي سابستيوت شامبر از البيز ريت بتاعتها لاتيريال شامبر الروت اوف ذا ايرس اند سيوت شامبر. طب الانر سيرفس ده ليه لمين؟ مين ده؟ فيتروس بودي. فيتروس بودي ذا فيتروس بودي. طب بره ريليتد لمين؟ للسفير. يفصلها عن السفيره بوتنشال سبيس. بصوا الحته دي الحته دي في حته في السفيره طالعه كده عامله زي اللسان كده اسمها السفير سبير اس بي يو ار سبير. السبير دي اللي الخطاب ده السيلر بودي ماسك فيه عشان فيه عضلات بتشد على اللينس كامل عايز تبقى ماسكه في حاجه تمام. فالسبير كان اونلي اتاتش بين الميدل كورت والاخر غير كده بيبقى بوتنشال سبيس اسمه سوبر سيلري او سيركل سيلري سبيس. طب الليبرز بقى مكمله مع مين ورا هنا؟ مع الكروب اذا الايرس كمل مع السيلري بودي والسيلري بودي كمل مع الكروب تمام؟ طيب اهو ادي الايرس بص يا فات ادي الايرس وادي السيلري بودي البيس بتاع السيلري بودي ليه تلاقيه شامبر ليه الايرس بسوت شامبر وبعدين ادي الاوتر سيلف ريدت للسبيره تمام؟ بعد كده دي فيها اتاتشمنت وادي هنا ريدت لمين؟ الفيروس. طب تعالى نشوف هنا الاسبكت نشوف ايه؟ الحته دي فيها بروسيسز كده فبيسموها بارزت لايك هذا او كورونا سيلز. كورونا زي التاج يعني طالعه زي البروسيسز بتاع التاج دي لها 3 1 3 دي سيلري بروسيس. عندنا حوالي 75 سيلري بروسيس بيطلعوا ايكوس بيدخلوا ميه جواها. الجزء الخلفي ده ناعم كده وبالتالي بيسموه بلانا بارزت بلانا او بيسموه ايكوس سيلز اسم صح او بسيكوسور. بارس بلانا ده مهم جدا على فكره. بارس بلانا دي الحته اللي بخش منها اشيل الفيتروس او اخش منها ممكن اشيل الليز اسمها بارس بلانا بيتزكتني او بارس بلانا فيتراكتني اوبن ابروتش اخش منها. بصوا ادي اهو الايرس السيريال بودي ادي الجزء السيريال بروسيسز وادي بارس بلانا الجزء اسمه نص الورق ده زاكير وان ثيرد اللي لازم تشيله فيتروس اهو ادي السيريال بروسيسز. لاحظ هنا حاجة إن في بيجمنتد وبعض البيجمنتد يبقى سيلير عامل دايركت للسيلير بودي دول البداية بدل اللي هو بخايا اللي أنت بقى طلع منهم. أدي بقى السيلير ماسلز. السيلير ماسلز دي ماسكة في الحتة دي بتحطها في داش بوكس كبيرة اللي إيه؟ سبير. دي الحتة اللي ماسكة فيها الماسل البرج بتاع الماسل بتاع السيلير. في عضلة ماسكة من هنا من أول السبير رايحة ناحية الكرويد دي اسمها الهيدروكيد بتاع الماسل. دي يا ولاد لما تشد على السبير بص كده الحته دي لما تشد على السبير كده في الاتجاه ده مش العضله تشد في الاتجاه ده؟ ها؟ لما تشد على السبير دي الترابيكولار مش ورك الاخراج ودي كده مش لابس. طب لما انت تشد كده بتعمل ايه في الاخراج؟ توسك ها؟ يعني الاخراج عامله كده تشدها توسك فدي تسهل التلينج اوف ليجوس تمام؟ طيب هنا بقى في عندنا عضله دائريه في الحته دي اللي هي في السكشن دي اسمها السيركولار ماسل. دي الماسلز اللي بتشتغل على الليدز بتغير شكل الليدز بتاعتها تمام؟ دي اسمها السيركولار ماسل. طب ايه التكوين بقى؟ دي لونجيونال ودي سيركولار دي اسمها مليونر دي اسمها مليونر فايبرز. بصوا دي السيلياري بروسيس بيجمنتد ونون بيجمنتد سيليا بلاد فيسلز كده موجوده. السيلياري بروسيس دي بتطلع ايه؟ ايكوس ايكوس طلع ايكوس من الكل. عايز اقول لكم سؤال بالمناسبه لو جت الايكوس ده يساوي في اي حته في الجسم الانترستيشن فلويد. سؤال ده وهل هو الانترستيشن فلويد يطلع من الارتيجال سايت يغسل ومش عارف ايه وبتاع ويلف وسط برودكتس وبعدين يروح يطلع من الفينا السايت تمام؟ يرجع من الفينا السايت ده اسمه انترستيشن فلويد. This is our interstitial fluid. This is transparent. تمام؟ طيب سيلر بودي بيطلع ايه؟ بس الليبس ده بيجيب ايه؟ غاز الليبس اولا بيحافظ على شكل الليبس دي منفوخ لان في بلاعه الليبس ده بيطلع منها بس بلاعه ما بتشوفش شيء يبقى لازم تدخل ميه عشان لما تخرج ضغط العين ما يبطاش والكره تكون لابسه. هو كده خلاص؟ تو مينتين الايبوليزم طب دي مهمه؟ اه مهمه. ليه؟ انت عندك الفيلم بتاع عينك مكون ده بيدينا فيلد يعني ما
بص كده انا عم اكلمكم شايف اول الباب اللي ورايا ده لغايه تقريبا الباب اللي ورايا ده تبقى شايف كلكم تمام؟ مفيش كاميرا في الفيلم ده ليه؟ لان الفيلم بتاع الكاميرا قاسيين ليه؟ لما الفيلم بتاعي كيرف فانا طالع من هنا شويه طالع من تحت شويه شوف فوق طالع من هنا شويه شوف الناحيه دي شوف ربنا شفت العين المكوره دي المستحيل الفيلم تمام؟ في بتاع الاوسط طب لما بتدل على جرزك وبعدين انا عندي حتت افاسكولر جوه العين طب مين يغذيها؟ الفلوس الكورنيا اللينس الفيديوز مين اللي يغذيهم؟ هو ده تمام؟ طبعا سالك سؤال افرض السيلين البودي غضب علينا ما طلعش فيديوز الاي جول هتفضل جول؟ ولا هتضمن؟ شرينك اتروفيا هيحصل مرض اسمه اتروفيا، اتروفيا بالله العين هتبقى اتروفيك الكورنيا هتفضل شفافه؟ لا تبقى بيضة، الليتس هتفضل شفافه؟ تبقى بيضة شوف السيريا بودي لو غضب عليه ما طلعش هيك بس تمام؟ دي مهمة جدا يبقى نعرف ان الفاسكولار ستراكشر اللي هي تستمر ونبقى تبقى كتير عايز تبقى عايز تقول مثلا برضه الباك الانر سيرفس دور بلاك بيمنع انت ريفليكشنز اوف لايت وبيساعد انك تشوف فيكس او عايز اقول لك ان كل دي انت ما بتحسش بيها في السيلف البودي. اهم عضله في السيلف البودي انا انتوا بقى يعني سبحان الله ما فيش حاجه مش مهمه. طب اهم واحده ايه؟ السيلف البودي. دي بتشتغل على مين بقى؟ على الليتس. الليتس دي بقى نقدر ربنا سبحانه وتعالى تخلينا نغير شكلها. بص السيلف البودي هو بيطلع الايكوس من هنا. دي اسمها الايكوس سيركوليشن. الوسيل شيب على اليوبو على الانتيريو شيب. مين اللي ترد في الانجل وشويه عن طريق الكريبس وتروح ترد عن طريق الفيل كريبس. او ادي الانجل وكسرتيو تشامبر بقى وكده مش لاقي واحد اللي يبص الايكوس بيطلع من ايه او طالع من السيريال بودي هنا على الكسرتيو تشامبر على اليوبل على الانتيريو تشامبر عشان يبقى ترد في الانجل وكسرتيو تشامبر. This is continuous circulation. اللي داخل قد الكريب بالظبط. طب حصل خلل يحصل في الموضوع. تمام؟ اوكي. بص بقى من كام سنة كده بقى أول ما اشتغلت معيد بقى قلت بقى أصور حالات وبتاع مش عارف ليه بقى كنت أنا نفسي أنا أستاذ بعد كده بيوم من الأيام فأصور حالات اللي بشوفها كل يوم في المدارس المدارس بمعنى علمي رائع على فكرة خرجت أجيال رهيبة من الدكاترة بيتخطفوهم دلوقتي في ألمانيا أو في قطر أو في إسبانيا بيتخطفوهم فعلا تمام فعلا الطبيب المصري ما زال مطلوب بقى بص أنا عايز أقول لك حاجة قد يكون ابوك في البيت فقير لبسك لبس مش غالي قوي ده معلمك الكرامه دي مهمه جدا قد نكون احنا مستشفى فقير جامعه فقير انما علمناك الطب هما بياخدوكوا 25 سنه 26 سنه يشغلوكوا هناك عندهم انت بتفرح بشويه السيراميك وشويه الدقنات والسيستم اللي ماشي والكلام ده كويس وبتاع عايز اقول لك ان عندنا جامعين هنا عالميين فعلا بيشتغلوا على وبيسافروا يعملوا ديمونستريشن في كل حته في العالم. في ترانزيت كتير قوي مش عايز اقول لكم اسامي كتير يعني. تمام؟ احمد عسام ده كان يوم من الايام قاعد مكانكم كده بيسافر دلوقتي في كل حته في العالم يعمل ديمونستريشن على انواع زرع العدسات والحاجات دي. بيطلبوه شركات بتطلبه بيتعاملوا معاه اعصابهم ويفسحوه في الدنيا كلها عشان هو بالراحه الكرف لم ياخذ اي شهادات من بره اكتر من جامعه كنشاطه. دي بيرفكت سيرفيس. في اكزامبلز كتيره جدا صف نفسك انت قيمه خد بالك ازاي تتعلم فقور مدرجات مكسره مستشفيات تعبانه انما بتتعلم كذا طول ما تقف في الدرجات دي تتعلم انا استاذ اهو اب اند داون بكل حالات اقول لهم لا نرجع نقراها نشوفها دي حاله جديده طب انا علاج لسه بدرس طب انا راجع مش عارف التكس اب اند داون لازم اتعلم في الدبلاش كل ما اجي فيه كل يوم تقف في الدبلاش تبدا انا رحت اجيب كاميرا ولاد عند راجل صاحبي بتاع الكاميرات قال لي اوه انا عندي حاجه فظيعه حوار يعني قلت له طب قلت له تعالى اوريك ايه الفظيعه دي؟ قال لي بص حوار اداني كاميرا كده وبعدين قال لي بص كده على حاجه بعيده رحت عامل كده لقيت الكاميرا عامله ازاي بص كنت على الطمع كده من بره وشفت الناس البعيده واضحه قوي تقول الناس اللي عاوزين تاني واضحين جدا قال لي بص هنا كده قريب رحت
الجامعة مكتب كده عملت سمعت انا اصلا بس بالعكس الجول ولقيت بتاع تيوب اللي كانت طالعه بره دي داخله في جول قلت له ايه ده؟ بعدها كده الحوار كنا بنسقط بصوابعنا وبتاع قلت له بعدها كده قال لي بس اوتو فوكس اوتو فوكس اوتو فوكس يعني فوكس ليه؟ بعدها انت فاضل فوكس يعني قال لي يا معلم قال لي دي ب 20000 جنيه وانا كان مرتبي ساعتها 250 جنيه قلت له طب حوش بيه وبعدين سبت الكاميرا ببص بعيد كده على الترابيزه لقيت نفسي شايف واضح ببص بعيد كده لقيت نفسي شايف واضح هات سمع سبب لا ما سمعش ازاي بقى انا شفت دي واضح شفتك واضح شفت الحاجات دي ده واضح this is the accommodation the ability of the lens to change its refractive power look this is accommodation the muscle ciliary muscle contract لجوه الزيتون تريلاكس اللينس والالاستيستي بتاعتها تكبر ايه سيركل المصر الحلقه دي لما تكونتراكت الدايره تزيد يوم شد على الزيتون ايه يزيد ولا ايه؟ يقل يوم اللينس بالالاستيستي بتاعتها حجمها يكبر كده This is high tech high technology ويعني ايه هاي تك؟ هاي تك على فكره انك تخترع حاجه فظيعه جدا بفكر سهل جدا او في اسهل من كده Muscle contract, relaxation of the zonule, increase the atrophy diameter of the lens, تزود الباور بتاعك. هما بقى عشان يعملوها عملوا اسطوانات ومواتير ومواتير تطلع ومواتير تدخل وبتاع عشان يعمل الهوت فوكس. انت ربنا سبحانه على كده كده. شوف بقى لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي عمالين يخترعوا عدسات وبتاع مش عارفين يعملوا ايه. طبعا دي نعمه بقى بتاخدها وانت صغير تبقى موجوده عندك وانت صغير لما بتعدي ساعه تبقى انت حالاتي زي حالاتي وزي ما بقعد في البيت وبتاع بابا الصبح لما بتجيب له الجورنال بيعرف يشوفه؟ بيزعق ولا بيصرخ؟ فين نظاره القرايه؟ مش حاجه بس اكو جدا سو
قال المصر ده تحسين الوضع الثلاثة معاك يا ولاد هم زي ومن اليونر دي عشان تمسك السيلر بودي والسيلر اللي جوه في النص دي دي بتاعت الاكوموديشن تمام؟ طيب تعالوا شوف بص ادي بلاد سبلاي بتاع السيلر بودي والايرس الاثنين مع بعض سبع ارتريز اسمهم الانتيريور سيلر دول على فكره كانوا ماسكولار برانشز مع الريكتاي ماسكل عندنا كام ريكتس ماسكل؟ اربعه ريكتس على فكره مستقيمه مش الريكتم هو المستقيم ريكتس يعني مستقيم عندنا اربعه ريكتاي ماسكل كل عضله معاها اثنين ما عدا اللاترال ريكتس معاها واحد بس طبعا ليه؟ عشان في ارتر تاني بيديها فهي معاها واحد بس المهم الفيسز دي بتمشي كده على مسافه 4 ملم فروم ذا ليمبس تروح خارجه للسكيله وداخله جوه دول سبعه انتيريور سيلز في اتنين بيجوا من ورا اسمهم الدكتور سيلو سيلاريس بيجوا هنا في السوبر سيلاري سبيس ده لغايه السيلاري اللي بيقول هنا بيخشوا في السيركل دي وبعدين بتطلع ريديا براكشس كده تبدي دي هو ده بيدي السيلاري بودي بيدي الايرس عشان كده يا ولاد انا ما عنديش انفلاميشن اسمها ايرايتس وما عنديش سايكلايتس وانا عندي ايريدو سايكلايتس الاثنين كونتينيوس مع بعض والاثنين نفس الفاسكولار سبلاي تمام اهو ادي الاربعه ريكتاي مصر كل واحده معاها اثنين فرانشز عدد دي معاها واحد بس اهو اهو بص سبعه انتيريور سيلرز اهو السبعه انتيريور سيلرز دول بيخشوا في السيركل دي اللي هي سيركل سبيشن ويطلع ريدي فرانشز هنا في الثانيه اهو دي سيركل سبيشن ودي سيركل سبايلر اللي موجوده عندك بص بقى الرسمه الجميله دي ادي السيركل سبيشن اللي موجوده في الروت اوف ذا سيلري بودي في البيز اهي في البيز بتاع السيلري بودي في الروت اوف ذا ايرس سبعه كيلو سيلريز واثنين لونج سيلو سيلريز يدوا الماسوره دي الماسوره دي يطلع منها برانشز هنا تدي الحته دي اللي هي السيلري بروسيسز اللي هي بتطلع ايجوز بتطلع ايجوز تمام ادي السيركل سبيشن طيب في ناس بيروح فين؟ في هنا كتير سيلينج بليتس بس دي بتاخد ايكوس بس بتطلع ايكوس وبتطلع من هنا كده. انما مين اللي هترجع لورا؟ على الطريق اربع بليتس كبيره بتطلع بعيد اسمها بورد بليتس. ادي اللونج سيلينجز اللي انا بقول لك عليهم ما يجي من ورا مش معايا كده. اتفضل اهو 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 دي اللونج سيلينجز. سبع كيلو سيلينجز ادي الكراكس. يبقى لما نجمع الفانكشنز بتاعت السيلري بودي، السيلري بودي اولا بيطلع ايكوس ده لو ما طلعش من الهيبتو باتروفيك ده بينزل افاسكولار ستراكشر بتدينا الايبولا زبو لونه بلاك ان كلر بتمنع الانترفليكشن اوف لايت بيشتغل على موضوع الاكوموديشن از فيري امبورتنت الاكوموديشن از فيري امبورتنت نيجي للكرويد الكرويد ترجمته اللي هو المشنيه ده عباره عن كرويد بس اكاد ممكن ان يدوس كرويد مكانها مين دي اللي بره الجلد دي؟ سكرير مين اللي جوه؟ ريتنا هو ده بيخدم على الريتنا بس نارشمنت اوف ذا ريتنا اوتر فايف لايرز اوف ذا ريتنا بص الكرويد ده اهو ذيس از سبورت بين السكرير وبين الريتنا ذيس از سبورت تمام؟ ادي كرويد اهو كرويد بيبدا من بدايه الريتنا هنا عند مرس الريتنا وينتهي ورا عند نقطه الديسك اهو تمام؟ ادي بصوا يبدأ الكورس الثلاثة قدام الشرشرة دي وينتهي ورا عند الوركينج ديسك ديسك سنتر بص الكرويد يا ولاد دي الريتنا طبعا ده عالم ريتنا ابراهيم عامل بعد كده ديسك الكرويد الكرويد زي ما انت شايف عبارة عن ايه كله بروت ديسك بيج سايز ديسك ميديم سايز ديسك كابيلرز بس هو كده وشوية كونكتيف تيشو عامل اهو سايز بيج سايز ديسك ميديم سايز ديسك نو سايز ديسك تمام بص يا ولاد اهو شوف الرسمه دي جميله قوي دي السرقه ده الريسبتورز بتاعتنا رودز ورودز وباي بولر سيلز وكاندي نيو سيلز والحاجات دي هناخدها مع بعض بعد كده دي السرقه اهو يا اهو دي الكبيره خالص اللي تحت دي اسمها بيج سايز بيسلز وبعدين هنا ايه؟ ميديم سايز بيسلز وبعدين الكوريوم كابيلاريز كابيلاريز طب لو بص اهي الكرويد ده مسؤول دول 10 لايرز غير كده 10 لايرز الاوتر فايف لايرز كلها على حساب الكرويد تتغذى بالكامل على حساب الكرويد اهي ادي الريتنا ودي الاكسيليوم وادي الكرويد بيلاسي الريتنا او بيك سايكل فيسلز
medium sized lesions, capillaries, which are granulocytes, is a check on a black, while the retina and RPE is a retina pigmented. Also, the shallow tissues, abdominal dissection of protective tissue, any big sized vessels, medium sized vessels, capillaries. This is a problem. While it takes a less than 40 expensive item, those add the choroid, but I'm not listening to how much it is, why the blood is not about as bad for the expensive item. Also, we have here, our Mahdal Sharp, short posterior series. You may have that, the camp that will provide you to see your body. This is 7, كل انا بقى الفصل انا الفصل سبعة انتير سبعة كام؟ انتير اثنين مستيرين لون لون سوسيريز وبعدين 14 شوك سوسيريز يبقى مجموعهم كام؟ 23 بس الناس بتكسب عارف طبعا بطل فظاع اول دي مثلا يقول لك ها؟ بتاع يقول لك السبب الثاني المهم يعني سبعة واثنين تسعة واربعتاشر كام؟ 13 13 فاضل يا رب لو سبت رحيت انا عرضي بس انت عرفت انا ما انتهاش دخل يبقى العين يخشها 23 ارتي داخلين باليوفي 23 ارتي داخلين باليوفي اهو سبعة انتيريو سيريز اثنين لونج بوسيريو سيريز ورا اهو 14 شورت بوسيريو سيريز تمام؟ اهو الواحد الفاضل اللي هو فين؟ سيبر ريتنا طب كل ده خارج على فين بقى؟ خارج على الفتحات الدوامه دي الفورتكس بينز اربعه فورتكس بينز بيطلعوا لورا كبيره هم دول بيعملوا الفينس الديرت بتاعت اليوفيا بتاعت اهو دي العين من ورا دي صابون الديسك دي تو لونج سيلير ارتريز ودي شورت سيلير بيخرجوا العين حوالين السبيرة ورا وديس ذا فورتكس بينز الاثنين ابر والاثنين دول الاثنين ابر هيجوين حاجه اسمها سبيرو سامي فين والاثنين دول هيجوين حاجه اسمها سبيرو سامي فين على فين؟ على فين تعمل عرض بقى؟ على فين؟ على فين؟ كيفن ماسس 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 ده الجراف اهو ادي الاثنين اللي فوق مع السوبر سايز بتاع الكيرن سايلس الاثنين اللي تحت مع الفيرو سايز بتاع الكيرن سايلس اهو اهو ده صغير جدا عندنا في الاوربت ادي بص بص اهو ادي السبيرو سايز الاثنين ادي الاثنين اللي فوق اهو ده السبيرو سايز الاثنين دخل ورا اهو على الكيرن سايلس على السبيرو الاثنين اللي تحت اهو اهو على الفيو سايد الدين على الفيو سايد تمام وي ار تريد تورز الكبير سايد ذس از الكبير سايد سو تشايل فين سبير سبير فور ذا فيشر كده اسمها سبير اوف ذا فيشر وراها على طول الكبير سايد عشان كده هتلاقي على الدنجرس ايه الدنجرس رو طيب احنا عندنا جانب من هنا ورا عين بالظبط اسمها السيلري جانب السيلري جانب دي السمساتك ولا فارس سمساتك جانب؟ فارس سمساتك فارس سمساتك وبالتالي اللي هيعمل اللي فيها بس هو الفارس سمساتك اللي هو الكعب اللي جاي من الهيدن الوسطر في الناس مع السور تمام؟ انما السنسوري هيعدي منها والسمساتك هيعدي منها من غير الهيدن خلاص؟ طيب بص في نيرفز يا ولاد بتخش من السيلير نيرف على العين مباشره دون العبور على السيلير جانب دول اسمهم اللوب سيلير نيرفز وعلى ده الاثنين يدوا سنسوري وسيمباثيك بس سنسوري وسيمباثيك وفي فايبرز بوست جانجليونيك تطلع من السيلير جانب للعين تخش العين اسمها شورت سيلير دي شايله ثلاث حاجات ولا سيمباثيك ولا سيمباثيك وايه؟ وسنسوري سمباثيك ورا سمباثيك وسنسوري خلاص يبقى في عندي لوب سيلري سمباثيك وسنسوري شورت سيلريز اللي طلع على الجانب لازم يكون فيها برا سمباثيك طبعا البرا سمباثيك دي بتاعت الكونستريكتور ايه؟ بيبل خلاص برا سمباثيك بتاعت الكونستريكتور بيبل والسمباثيك بتاعت الدايليتور بيبل بتاعت الخوف والستريس وتشيل السنسوري بتاعتك تمام يعني ادي السيلري جانب بص اللي
بيطلع نصف المليون هنا اسمه الشورت سيلز، اللي بيخشوا العين وبيرمي عنده عجائب اللي اسمه الدور سيلز. دي برانشز من نيزو سيلز، برانشز من الترايشن. عايز اقول لك حاجه صغيره بس، حاجه صغيره خالص. بص العايز خلي بالك يا اولاد، اقعد اقعد يا اولاد سادة كرام، الايريس خلي بالك بقى من الكلام ده في الحس التاني. الايريس والسيلري بودي ار سنسيتيف تو بين. ايريس والسيلري بودي ار سنسيتيف تو بين. وبالتالي يا اولاد لو واحد جه قال لك عندي بين فول ديتيريوريشن اوف فيجن يبقى عليك سايكلايتس سبب بين فول ديتيريوريشن اوف فيجن. الكرويد is insensitive to pain. كرويد الريتنا not sensitive to pain. تمام؟ not sensitive to pain. وبالتالي بص بقى يا اولاد، بما ان الكرويد بيأثر الريتنا فما عنديش حاجه اسمها كرويدايتس. ولا عندك ايه؟ كوريو ريتنايتس. يبقى ما عنديش حاجه اسمها كرويد اتروفيك. لو كرويد اتروفيك الريتنا كمان تبقى اتروفيك، اسمها كوريو ريتنا اتروفيك. خلاص؟ يبقى دي مهمه جدا. بالمناسبه بس حاجه صغيره خالص مع الكرويد فانكشن. الكرويد يا اولاد ده مليمتر تحت الريتنا. داخل فيه 14 بارتي من حوالي 4 مليون صبار من قطع عين. ده معناه ان الفلو ايه؟ 14 بارتي. سريع جدا. ده بيعمل تبريد للريتنا. سادة كرام لما تدوق عدسه وانت في الاعداديه ووقفت في الشمس وقالوا لك اعمل فوكس على الورقه، الورقه حصل فيها ايه؟ اتحرق. طب ما انت تقول النهارده بقى صغير كده في الكليه في الشمس. حد شاف ريحه دخله؟ حد الريتنا بتاعته ولعت؟ ليه؟ في كولينج افكت بتاع الكرويد. يبقى الكرويد بيعمل كولينج افكت للريتنا. الكرويد بيغذي الريتنا. الكرويد بلاك فبيمنع جدا ريفليكشنز. سادة الكرام، كلمة أخيرة بقى عظيمة كده لما كلنا بنروح خلصنا خلصنا. كلمة أخيرة قبل ما نروح. ها إيه الفانكشنز بتاعت الأيريس سيلري بودي أند الكرويد اللي هي اليوفيال تراكت؟ اليوفيال تراكت دي وان كود اسمها إيه؟ الميدل كود فاسكولار كود نيوتن أوف كود اليوفيال. وان أوف ذا فانكشن أوف الأيريس نمبر واحد ريجيليت ذا أماونت أوف إيت ذا كالر أوف الإبارة. تمام؟ بيمنع تعمل الأبريشن في الليلز اسمه ايه؟ كروماتيك ابريشن سيرك ابريشن. صح كده؟ الباك سيرفيس تون اوف بلاك بيعمل ايه؟ ابزورب اوفر كريبس ابزورب ده بدمج من الاكل اكسسيون وبعدين تحسن الدبس اوف فوكس. سيري بودي نمرة واحد سكريت بينزل الماسكولار استراكشر وبيدي الايكون المهمة اللي هو بيكفر. خلاص دي نمرة واحد، نمرة اتنين، سالي الدكتور الفضل. الدكتور الفضل كان ها؟ هو دي جنب الكعبة. طب هو دي جنب. بص سنة يا كرام، السيرة اللي بودي بيطلع انكس، التاني الايكون الزبور زي ما قلنا، بيهم ذا تريننج شو قلنا بيعمل ايه؟ بينزل الافاسكولار ايه؟ ستراكشرز اللي موجودة عندنا، صح؟ دي حاجة. حاجة تانية، الايدر سيرفس على الرون بلاك فبيمنع الانتر ريفليكشن اوف لايت. اهم فانكشن قلنا دي هي الحاجات نفسها هي الموضوع الايه؟ سادة الكرام، آخر حاجة خالص، are you cyclitis painful or painless؟ are you cyclitis painful or painless؟ painful. painful. painful.